أيضا من الأشياء اللي أقدر أسويها في صفحة الدرجات، مثلا إني أقدر أدخل على اسم الطالبة نفسها، مثلا نوف المهنة، أشوف مثلا سؤال كيف بدأت الحضارات، ما في له درجة ولا دزت لي شيء، مثل الاختبار القصير مفقود، ما حلت الاختبار، إجابة الأسئلة. عندي مثلا هني حاط لها مثلا ملاحظة، وحاط لها تعليق، وحاط لها 10 من 10، تم أني دزيت لها درجتها بالسؤال أو بالتكليف. نشوف مبين عندي كل شيء. الحين نرجع على اللي هو ساحة المشاركة. طبعا شرعنا إعلانات الصف، خلصنا منها الواجب الدراسي، خلصنا كل شيء فيه تقريبا. الأشخاص أيضا، وبكذي نكون غطينا جميع الخصائص أو الأشياء اللي راح نقدر نسويها بصفحة المعلم. والحين راح ننتقل لصفحة الطالب ونشوف شلون راح نرد على الأشياء اللي أرسلها المعلم للطالب. نشوف مثلا هذه صفحة الطالب، نشوف مثلا ساحة المشاركات اللي هي الصفحة الرئيسية، هذه صفحة الطالب اللي هو طالبة، نشوف اسمها هني، اسمها طالع، نوف المهنة، والإيميل نشوف هني. نشوف هذه كل المنشورات اللي نشرها المعلم، مثلا المعلم اللي هو جوهر المهنة، وصلت للطالبة مثلا نوف المهنة اللي في صف طرق البحث التاريخي. طبعا المهام المطلوبة قريبا ما في، طبعا راح ندش على مهمة مهمة ونشوفها، ونشوف شلون راح نحل المهام اللي موجودة. خل نروح من آخر شيء، مثلا نشر مادة جديدة من قبل الجوهر اللي هو دراسات في تاريخ أوروبا الحديث اللي هو الكتاب. نشوف إن المعلمة أرسلت لي أنا كطالبة الكتابين، نضغط على الكتاب الأول، نشوف إنه تحمل عندنا بصيغة PDF، وبما أن صيغتي حيل كبيرة نشوف هذا هو الكتاب. نقدر طبعا الكتاب اللي نزل لنا نقدر شو نسوي فيه، نقدر نحفظه، نقدر نسوي له طباعة، نقدر نسوي فيه كل شيء. مثلا التفاصيل حاط لي هني، أقدر أفتحه على مثلا نافذة جديدة، أنا ما بيكون مثلا هي عندي، أفتحه بصفحة جديدة. فتحته بصفحة جديدة، أقدر أنزله عندي في سطح المكتب، أسوي له تحميل. طبعا نشوف إن الكتاب عندي قاعد يتحمل، تشوفون اللون الأخضر اللي موجودة هني، وتشوفون الكتاب عندي قاعد يتحمل. طبعا لما يتحمل ينزل على طول في لما ندش على الملفات راح نلقاه في قسم التنزيلات، نلقاه في قسم التنزيلات، أول ما ينزل راح نلقاه موجود، نزل عندي وتم التنزيل هو دراسات في تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر. نشوف إن احنا نزلنا الكتاب الأول، نقدر بعد احنا ننزل الكتاب الثاني اللي هو مذكرات أميرة عربية، ندخل نلقاه موجود، ونقدر ننزله بنفس الطريقة الثانية. أيضا نقدر نطبعه، هذه كل الأشياء نقدر نسويها. طبعا ندش على اللي هو كاتبنا تم طرح سؤال جديد من قبل الجوهرة، كيف بدأت الحضارات، هذا سؤال ثاني. طبعا حاطة اللي هو ملف الدرايف وموجز تاريخ الحضارات اللي هو فيديو. ندش على ملف الدرايف نشوف شنو موجود فيه، مثلا حاط لي يجب طلب حق الوصول أو التبديل لحساب آخر، أوكي. مثلا نحط طلب دخول، نشوف مثلا أنا كمعلم راح يجيني الحين إشعار في طلب الدخول. ندخل على حسابي في جوجل درايف، ندش على الواجب الدراسي، ندش على مجلدات جوجل، نشوف تطبيقات جوجل، ندخل على الإيميل الخاص فيني عشان أشوف طلب الدخول.
تنحط لهني إن في طلب للدخول، نوصل للإيميل، نحط فتح إعدادات المشاركة، نشوف هني حاط جوال التحميل، مثلا نشوف نوف المهنة حطيت لها إرسال، وبكذي ضفنا شخص شو اسمه. ضفنا شخص يقدر يشوف الباوربوينت أو ملف الدرايف اللي أنا أرسلته. نشوف هني تبطل عند الطالبة، وبكذي تكون مشكلتها انحلت وتقدر تشوف اللي أنا دزيته. طبعا أنا كطالبة مثلا يقولي الأستاذ اكتبي ما تعرفين على الحضارات، مثلا أكتب بدأت الحضارات منذ، منذ قديم الأزل، وكانت مثلا في مصر والبحرين والعديد من الدول العربية. وأقدر أضيف نفس التأثيرات اللي موجودة في الباوربوينت، مثلا أغير اللون، أكبر الخط، أسوي تظليل أو أحط خلفية عشان يبين مثلا أنا شنو كتبت. شوف هني جاوبنا على اللي احنا نبيه وخلصنا. مثلا لو ادخل مرة ثانية راح القى التغييرات اللي كتبتها راح تكون موجودة على الصفحة هذه نفسها، واقدر اشوف الفيديو مثلا ادخل عليه واشوفه. نشوف هذا الفيديو راح يكون موجود وشغال، ما في اي مشكلة. شوف الفيديو هنا قاعد يشتغل عندنا. طبعا اهم شيء نتأكد منه ان الفيديو يكون شغال، الفيديو شغال ما في اي مشكلة. وبكذي شفنا اللي هو كيف بدأت الحضارات. طبعا نقدر نضيف ايضا تعليقات للصف، اكتب اجابتي اقدر اضيفها هني، او اقدر اكتب اجابتي هني مثلا عشان المعلمة تشوفها. بدأت منذ القدم، او مو بدأت، نقول وجدت، وجدت منذ القدم، وعرفت، وعرفت بعد، بعد التدوين. وبكذي أحط تسليم للمعلمة. وأقدر أيضا طبعا كنت أبي فقرة إلى الإجابة. طبعا اللي أنا سلمته مشاهدة إجابات زملاء الصف، زملاء صفي يقدرون يشوفون الإجابات اللي أنا سويتها. ايضا ثاني شيء روح على التكليف الثاني اللي وراه اللي هو كيف بدأت الحضارات. نشوف الاختبار القصير، نشوف شلون نضيف او نحل الاختبار القصير. بهني انشاء ملفات او اضافتها الى الواجب الدراسي، اقدر انشئ واضيف. يعلمني ان اضافة وانشاء، بعدين وضع علامة الاكتمال عشان يندز الامتحان للمعلم. نشوف هني الاختبار القصير، مثلا اكتب بريد الالكتروني اللي هو نوف
ونوف، نوف المهنة، نوف المهنة 2 8 جيميل gmail.com gmail.com. مثلا أين نشأت حضارة دلمون؟ نشأت حضارة دلمون في البحرين. أشوف الفيديو اللي موجود هني، تكلمي كيف بدأت تدوين أو كيف بدأت تدوين التاريخ. طبعا شوف الفيديو شغال، شلون بدأت تدوين التاريخ. بدأ مثلا منذ أو من بدأ مع الإغريق مثلا. أي إجابة؟ لأن هذا كله اختبار افتراضي. أين ظهرت الحضارة الفرعونية؟ نحط ظهرت في مصر. إرسال نسخة من ردودي إلي، نحط إرسال. وبكذي يكون الاختبار سوينا على الإرسال. عرض النتيجة، طبعا لما نسوي عرض للنتيجة نشوف ان عندي اجمالي نقاط 5 من او 2 من 5، لان انا اللي هو السؤال كيف بدأت تدوين التاريخ عليه 3 درجات، والتصحيح راح يكون يدوي من المعلم. ونشوف ان احنا حلينا الاختبار وخلصنا سوينا على ارسال. طبعا الاختبار القصير صار لارسال ويندوز للمعلم، حاط لي تم التسليم مؤخرا، هذا معناته انه خلاص اندز. الحين هذا الاختبار القصير، بعدها اجيبي عن الاسئلة اللي هو اللي احنا شرحناه في الفيديوهات السابقة، واجابت عنها الطالبة وخذت 10 من 10. واخر شيء، السلام عليكم، رجاء مشاهدة الفيديو المرسل قبل حضور المحاضرة. طبعا ندش على الفيديو ونشوف الفيديو اللي درسته المعلمة ونستفيد منه. نقدر نطوف ونشوف. هذا كان شرحنا لساحة المشاركة اللي موجودة. طبعا ساحة المشاركة هذه كل التصاميم اللي سويناها في صفحة المعلم كاهي موجودة، وكلها جاوبنا عنها وشفناها، اللي هو كتب المقرر، الواجبات حليناها وسلمناها، الاختبارات أيضا سلمناها، مثلا كيف بدأت الحضارات، تم التسليم، عرض المهمة، وتم إضافة الدرجة اللي هو الأجيبة على الأسئلة. آخر واحد الاختبارات اللي هو الاختبار القصير، تم التسليم مؤخرا. طبعا نشوف تقويم جوجل، نشوف الأشياء نشوف التقاويم اللي موجودة عندي. طبعا راح نخليه بالشهر عشان يبين عندي كل شيء. نشوف نفس التقاويم موجودة عندي، نفس الخصائص اللي أقدر أسويها، اللي هو أغير اللون، كل الأشياء اللي أسويها أقدر أسويها. مثلا المهام راح أخليها باللون الأخضر، طرق البحث مثلا راح أخليه باللون الأصفر، الأعياد الميلاد أو العيد الوطني راح أخليه مثلا بهاللون، العطل راح أخليها مثلا باللون الأزرق. وبكذي غيرنا الخصائص اللي موجودة عندي.